للعزيزة، التحضي من بشار، وصلت الآن للرمثة للأمام دراتسي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، جول لمصلحة نادي الرمثة من خلال العزيز علي العزايزة. الله يا العزايزة، هدف نعم بلغة الأرقام، أنت مذهل بلغة القلوب، أنت ملهم بلغة العقول، أنت مجنون نعم وبلغة الخصوم أنت مؤلم يا علي العزايزة. الله على هدف لمصلحة الرمثة، الله على هدف لمصلحة الرمثة، براسية براسية جميلة كانت، شوف الكرة التي لعبت، أنيق أنيق يا العزايزة، وكرة يا سلام عليك يا سلام على سحرك يا علي العزايزة، هدف جميل للرمثة، شوف يا سلام يا سلام على كرة، يا سلام على راسية، وهدف أول، موسيقار يا علي العزايزة، رسام يا علي العزايزة، عازف يا علي العزايزة، عزفت بأجمل ألحانك، وهدف أول لمصلحة الرمثة، هدف مقابل لا شيء من خلال هذا الشاب علي العزايزة، والفاتحة على أرواح نعم الشابين أبناء الرمثة اللذان فقدا في هذا اليوم. نعم علي، بعد هذه الكرة للدردور، حمزة الدردور، لا 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 مش حمزة، يا سلام يا حسان، الله يا زهراوي يا نار، هدف رمثاوي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله على كرة، الله على تسديدة، من أين أتيت بهذا الأداء؟ من أين أتيت بهذه الكرة؟ من عالم خاص للزهراوي، يا سلام يا زهراوي، يمسك الكرة، يقف الجميع ليشاهد رسمه لسحر الكرة، بين أقدامك ترسم الروايات، وبكل مباراة يثبت الزهراوي بأنه مشروع نجم، أنت نجم، بكل مباراة تثبت بأنك مشروع نجم يا حسان، يا ولد يا ولد يا ولد، عليك كرة العزايزة لحسان، وسدد كرة صعبة على الحراس، صعبة أن يمسكها وليد، والزهراوي يمسك الكرة، يقف الجميع ليشاهد رسمة لسحر الكرة، بين أقدامه ترسم الروايات، وتبديلات قادمة ستكون لمصلحة الرمثة، انطلاقة تسديدة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، مباراة الشباب، مباراة مواهب الرمثة، وهدف ثالث من الموسيقار، نعم بشار ديابات، بشار ديابات يسجل الهدف الثالث للرمثة، بدأها العزايزة ترجمها نعم الزهراوي، وأنهاها هناك اللاعب الغدار بشار ديابات، يا سلام عليك يا موسيقار، يا سلام عليك يا بشار، شوف لاحظ بشار ديابات، مر بشار وتسديدة على يمين الحارس، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، عليك يا بشار، لاعب كرة القدم دائما يمر بمراحل عديدة، هاوي مبتدئ ناشئ محترف نجم أسطورة، وبشار ديابات نعم هاوي كرة القدم، مراحل تطور لاعب كرة القدم، هاوي مبتدئ ناشئ محترف نجم أسطورة، وبشار ديابات، الله عليك يا بشار، الذي يسجل الهدف الثالث لمصلحة الرمثة. هم متأخرين لأنهم يلعبون، يلعبون كما قلت في بداية المشهد، يظهر الصيفي برأسية جميلة من حمزة الصيفي، الله
الله يا حمزة يا ولد عليك يا حمزة. الصيفي راسية جميلة وضعها في التسعين. حمزة الصيفي يقلص الفارق لهدفين. شوف هذه الكرة وراسية الصيفي. يا ولد يا ولد يا ولد يا حمزة يا ولد يا الصيفي، رأسية صعبة على الحراس. الجزيرة يقلص الفارق من خلال الصيفي وبالرأس يا حمزة. تخصص هذا اللاعب الصيفي بالرأس، وآخر أهدافه في مرمى الرمزة كانت بالرأس. الجزيرة يضغط، 4 دقائق متبقية. هل يحدث سيناريو مرعب في هذا اللقاء؟ أبو شعيرة ولكن تحولت إلى ركنية. الجزيرة يضغط.